يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد أحبابنا الكرام، قصتنا اليوم عن صحابي جليل يروي قصته فيقول: كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي، فقدمت مكة فمشيت إلى رجال قريش فقالوا: إنك امرؤ شاعر سيد، وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالسحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه فرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه، فوالله ما زالوا يحدثوني شأن وينهوني أن أسمع منه، حتى قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني. قال: فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد، فقمت قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لأتسمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه، وإلا اجتنبته. فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته فدخلت معه بيته، فقلت: يا محمد، إن قومك جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأخبرته بما قالوا، وقد أبى الله إلا أن أسمعني منك ما تقول، وقد وقع في نفسي أنه حق، فاعرض علي دينك. فعرض علي الإسلام فأسلم، ثم قلت: إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع، وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم، فادعوا الله أن يجعل لي آية. قال: اللهم اجعل له آية تعينه. فخرجت حتى أشرفت على ثنية قومي، وأبي هناك شيخ كبير، وامرأتي وولدي، فلما علوت الثنية وضع الله بين عيني نورا كالشهاب يتراءه الحاضر في ظلمة الليل، وأنا منهبط من الثنية، فقلت: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوه أنه مثلة لفراق دينهم، فتحول فوقع في رأسي صوت: فلقد رأيتني أسير على بعير إليهم، وإنه على رأس صوتي كأنه قنديل معلق. قال: فأتاني أبي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وماذا؟ قلت: إني أسلمت واتبعت دين محمد. فقال: أي بني، دينك ديني وكذلك أمي، فأسلم. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام، فأبت علي وتعاصت، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: غلب على دوس الذنوب فادع عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية. السؤال: من هو هذا الصحابي الجليل؟ والحمد لله رب العالمين. يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمتم للواحد الديان.